أكيد تحية كبيرة، تحية كبيرة لأحلى حنان خضر بلد جمال المغرب. عباس ورافائيل دايماً أفكارهم بتاخدهم لبعيد. تحية كبيرة وأهلا وسهلا فيكم مطعم شباب لبلب لبابا مع مدير الصالة محمد عباس. أهلا وسهلا بيكم في أحدث حفلات النير مع المطرب الشعبي، نجم الأغنية الشعبية، نجم الموالد، نجم المهرجانات، نجم التاكسيات، نجم الميكروباصات. النجم الشاب رافائيل جبور. بكل جلسة عندهم فكرة جديدة ومشروع جديد. من آخر مشاريعهم راديو ستار أكاديمي، إذاعة ما بتشبه غيرها. وصلت زقولة زقولة زقولة. دينا عادل دينا عادل. لأنه ما فيهم يتواصلوا معكم، صار فيكم أنتوا تتواصلوا معهم عبر البرنامج الإذاعي الأول حلمي تحلك. حلمي تحلك، حلمي تحلك، حلمي لحلك. مشاكلكم همومكم كل شيء حينحل عنا بس ببرنامج حلمي تحلك. نعم تفضل تعال هون. انا كان عندي مشكله. شو مشكلتك تحديدا؟ اذا تريد اذا دق لا تنزل نحن على هون. كنت بحب واحد هذا 5 سنين حب سبتني دمرتني حرقت شو اسمه؟ قادر تقول اسمه؟ قادر محمد تقول اسمه؟ قادر على الهواء قدام ملايين العالم عم تسمعنا تقول اسمه؟ مين لي دمرت لك حياتك؟ ما اقدرش اقول اسمها بس ممكن اسميها ته. ته؟ ناخذ اتصال جديد بنقول الو. الو؟ ايوه تفضلي. استاذ رافائيل؟ اهلا 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 بالصوت اللطيف. انا مخطوبه بقالي 3 سنين بحب خطيبي جدا. عيد ميلاده بكره. هو أنا كان نفسي إن أنا أجيب له هدية قلت أكلمك أسألك أجيب له إيه؟ حبيبتي مغطى بالرقم أنت فكرتيني 1 دولار أو شيء؟ بنهاية حلقتنا لليلة بدي أطلب من مستمعينا يتمسكوا بالحياة يكون عندهم أمل وشغف واستمرار خلي يكون عندكم إيجابية بالحياة برنامجي حدكم لو شو ما عزتوا من عندي منبع الأمل منبع الحياة حلني تا حل لك.